ثم برشا مشاكل، ثم منها البنية التحتية، برشا حفر، برشا تكسير في الكياس، ضر للكهرباء، ما يخدمش جملة الكياس، قش مجموعة كبيرة باش نخدموا عليها. منطقة ريفية ما فيهاش عدد سكان كبير، وزيد تولي برشا شركات تنقل في الخدمة، ما عادش يبقى لك شكون باش تهز. أما برشا بطريقة غير شرعية كسروا الخدمة، وما عادش نجم، ما عادش واحد ما عادش كيفاش يعرف يخدم. يسبب برشا مشاكل حتى للعباد اللي هابطة باش تقضي قضية، ترسل قاعد في الكهرباء نص ساعة باش يهبط. أنت قلت لنا اللي أنت عندك صاحب سيارة نقل ريفي وعندك برشا مشاكل في المنطقة هذه المناقع. ثم برشا مشاكل، ثم منها البنية التحتية، الكياسات ماهيش، برشا حفر، برشا تكسير في الكياس، ضر للكهرباء. ثم شركات نقل خذت الخدامة باش تهز كان الخدامة، مابقالناش مابقاش مجموعة كبيرة باش نخدموا عليها. ثم برشا غلاف البيس دو روشونج نتاع الكراهب، وثم برشا جروندستان يخدموا. معناها هذوما اللي يهزوا العباد بطريقه غير شرعيه، لي كلونديستان. ثم برشا بطريقه غير شرعيه كسروا الخدمه، وما عادش نجم، ما عادش واحد ما عادش كيفاش يعرف يخدم. هذاك علاش يخلوا تبقى العباد تستنى برشا، ما نبقاش انا نبقى نستنى باش نعبي 8 بلايص، نبقى وقت برشا. هذيك المشاكل قاعده تصير، والبنيه التحتيه من الكياس ما يخدمش جمله الكياس. شنو مطالبك انت كصاحب سياره نقل ريفي؟ وطبعا معناها قلت لي انت ماكش معاش خالط، معناها حتى على في الشهر باش تخلص كمبيله الكهرباء، معاش خالط على حد شيء؟ معاش خالط برشا الكياس، اكثر حاجه الكياس، والشركات اللي حكيت لك عليهم، شركات ولوا عندهم حق باش يخدموا ينقلوا الخدامه برشا بصفه كبيره. برشا منطقه ريفيه ما فيهاش عدد سكان كبير، وزيد تولي برشا شركات تنقل في الخدامه، معاش يبقى لك شكون باش تهز. هذيك يسبب برشا مشاكل حتى للعباد اللي هابطه باش تقضي قضيه، ترسل قاعد في الكهرباء نص ساعه باش يهبط. وكما حكيت لك زاد البنيه التحتيه هذيك، يعني انت توا تتلزمش تقعد تستنى بس ساعتين وثلاثه باش تعبي العباد، والعباد تستنى باش تخرج بفواياج كامل. هاي مسبب في الشركات اللي تهز الخدامه تنقص عليك الموفمون، ولو مكثرهم يمشوا يخدموا. وثم المشكله الثانيه البنيه التحتيه، والمشكلة الثالثة الجروندستان برشا زاد يخدموا، يهزوا العباد زاد، يهزوا بلاصة بلاصتين ثلاثة، يخلوك أنت تستنى في الكهرباء نص ساعة باش تنجم تخرج. ثم برشا مشاكل، ثم منها البنية التحتية، الكياسات ماهيش، برشا حفر، برشا تكسير في الكياس، ضر للكهرباء. ثم شركات نقل خذت الخدامة باش تهز كان الخدامة، مابقالناش.